أهلا بكم إلى عالم الاقتصاد. قالت وزارة الزراعة في العراق أنها لم تمنح أي موافقات أو إجازات رسمية لاستيراد الدواجن وبيض المائدة. وأضاف الوكيل الإداري للوزارة مهدي جبوري أن الوزارة لم تمنح أي موافقات أو إجازات رسمية لاستيراد الدواجن وبيض المائدة نظرا لوصولها إلى الاكتفاء الذاتي. وأشار جبوري أنه سيتم نقل جميع طلبات ومشكلات منتجي الدواجن وبيض المائدة إلى السلطات المختصة. أفادت مصادر صحفية أن الحكومة التركية تتطلع لشراء النفط العراقي بسبب العقوبات الإيرانية. وقالت المصادر الصحفية أن تركيا تبحث عن طرق لشراء المزيد من النفط العراقي بسبب العقوبات المفروضة على إيران من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. وأضافت المصادر أن تركيا تفكر الحصول على النفط الخام العراقي من الواردات المصدرة من ميناء البصرة، وأيضا تأمين بعض الشحنات عبر خط الأنابيب الممتد إلى ميناء جيهان التركي. هذا وأعلنت شركة تسويق النفط العراقية سومو أن الشركات النفطية الهندية والصينية كانت الأكثر شراء للنفط العراقي خلال شهر آذار الماضي. وأضافت الإحصائية أن عدد الشركات الهندية والصينية وصلت إلى 8 شركات من أصل 40 شركة قامت بشراء النفط خلال شهر آذار الماضي. وأشارت سومو إلى أن الشركات الأمريكية جاءت بالمرتبة الثانية بواقع 6 شركات، تليها الشركات الكورية الجنوبية ثم البريطانية والإيطالية. جاء ذلك في إحصائية رسمية نشرتها سومو. أعلن مدير شركة بريتش بتروليوم الشركة المطورة لحقل الرميل النفطي في محافظة البصرة أن الإنتاج في الحقل العملاق بلغ 1,500,000 برميل يوميا. وقال مدير المشروع نيك وايت أن الإنتاج في حقل الرميل النفطي تعزز بعد تركيب منشئات خام جديدة وحفر آبار جديدة وزيادة عمليات ضخ المياه، مشيرا إلى أن الأمر يساعد في دفع النفط إلى السطح مما يتغلب على تقلص الإنتاج من حقول مثل الرميلة وغرب الجورنة والزبير ومجنوف. وفي ذي قار كشفت شركة نفط ذي قار عن ارتفاع إنتاج الغاز في حقل الناصرية إلى 25 مليون قدم مكعب يوميا، وذلك لأول مرة منذ تشغيل الحقل قبل 12 عاما. وقالت الشركة أنها تمكنت لأول مرة منذ تشغيل حقل الناصرية في العام 2007 من إكمال جميع الإجراءات المتعلقة باستثمار الغاز فيه، ووصلت إلى إنتاج 25 مليون قدم مكعب في اليوم وربطه بالشبكة العامة للاستفادة منه في تشغيل محطات الكهرباء. نتابع الآن أسعار النفط والمعادن والعملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي. بهذا نصل إلى ختام أخبار الاقتصاد، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.